ممكن بشراكة مع لياسيو. صباح الخير وسيم ليك ولكل مستمعي اكسبريسو اكسبريس اف ام. اليوم مش كيما كل نهار الثلاث عودتكم نحكي على اجراء ولا قانون ما تمش معناتها تطبيقه او تنسي. اخترت نحكي باركونتر على في ممكن على كيفاش ممكن اليوم نلقاو حلول جديده وفيها خلق من عند الشباب. وهذاك علاش حبيت نرجع على ايفينمون نظمته لياسيو في الويكاند كنا حكينا عليه قبل هنا بريفمون. هو يو ثينك هاك فور ايكونومي لاكاتون. هذا نظمناه كيما حكيت قبل في اطار ايام المؤسسه اللي باش تتناول سناء الطابع غير الرسمي التهميش والحلول العالقه لانه قلنا عنا برشا مشاكل على مستوى لامبليمونتاسيون. دونك 25 شاب وشابه شاركوا معنا دي جون اتيديون. التحدي كان الحقيقه ماهوش ساهل. خدموا على 3 تشالنج ديفيرون يهموا لانفورماليتي والدوله تحب تلقى لهم اليوم حلول والبعض من المواضيع هذه باش نتعرضوا لها في لي جورني. دونك اختاروا انهم يخدموا على التهريب الاحتكار وهذوما المعضلات الكبار اللي ما نجحناش للاسف ان نلقاو لهم حل 100% وخدموا زاده على البوبولاسيون فولنرابل. وخذينا النساء الفلاحات يعني العاملات الفلاحيات اللي يخدموا في ظروف اقل ما يقال عليها محزنه ومزريه الحقيقه لانه يغيب عليها برشا تاثير رغم اللي هما كما تعرف مجهودهم كبير في الاقتصاد الوطني. دونك كان فما 6 فرق قدمت برشا افكار ومبادرات ممكن تكون حلول والحقيقه اونيتي اغريابلومون سوربري بار لا كاليتي ديجا دي زيدي في الوقت القصير هذاك لا ماتوريتي اي سورتو لينيرجي. بالنسبه للنساء الفلاحات مثلا فما فريق اقترح تمكين النساء هذوما من تكوين مستمر ودورات باش يحققوا ربح مستدام من خلال اورجانيزاسيون. دونك خدموا برشا على الكاباسيتي بيلدينغ وعلى الكوتشينغ وقالوا انه ينجم يكون عندهم خدمه مع لي جي دي ا لي جروب دو ديفلوبمون اغريكول وعلى لي سي ام اس ا لي سوسيتي ميتويل دو سيرفيس اغريكول وحاجه هذه تخليهم يتمتعوا بالتغطيه الاجتماعيه والحمايه القانونيه. باش نحاول نعطيك بريف كل حد شنو الحاجات اللي اقترحهم ما نحبش نحرق برشا الافكار لانه نجم نرجع عليهم بعد في الجورني او يقع عرضهم على الموقع نتاعنا. دونك فريق اخر بالنسبه للبوبولاسيون فولنرابل اقترح حل من خلال الشركه الاهليه اللي قالوا كيفاش ينجموا الفلاحات اليوم هما يستغلوا الصنعه خلينا نقولوا او الحرفه اللي عندهم يكونوا عندهم برشا تجديد وينجموا يوليوا يعرفوا يسوقوا هما للمنتوج نتاعهم في الاماكن اللي قريبت لهم ريستوران ميزون دوت او اي بلاصه ينجموا يسوقوا فيها خدمتهم. بالنسبة للكونترا فما أفكار مثلا تعلقت ببلاتفورم بور سنسيبيليزي المواطن التونسي انه يساهم في التبليغ على المهربين وكيفاش من ناحيه اخرى نخليوه يبجل الاسعار التنافسيه ويمشي للحاجات اللي باهيه حتى لو تكون اغلى شويه. وفما اللي مشى في الادفوكاسي واقترح مثلا منطقه تجاره حره بين تونس وليبيا اون زون دو ليبر ايشانج تكنولوجيك تهدف لتحسين من شراء الامتثال للتشريعات والقوانين ومن شراء تساهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه لانه مقتنعين انه الفينومين هذا سورتو على الحدود معناتها ريبوندو برشا ومش باش يقع بسهوله القضاء عالي. بالنسبه للاحتكار والمونوبول خلينا نقولوا فما الاقتراح منصه نجم تعطي رؤيه للبي ام او اون سورت دو مابينغ فما في المارشي وفي نفس الوقت المنصه هذه تعام شوي بشوي على تفكيك الاحتكار وراو كيفاش نجموا من ناحيه نشجعوا المنتوج التونسي والمنتوج اللوكال يلقى بلاصتو لانفستيسور يلقى وين يحط فلوسه وكذلك المواطن عنده اون بانوبلي دو شوا ويختار المنتوج التونسي اللي هو يحب عليه. فما الاقتراح المرافقه التقنيه وانه الصغار الفلاحين يتجمعوا ويخدموا مع لي بروفيسيونيل على كيفاش ينجموا يطوروا او يحلوا مشاكل مساله الاعلاف يقلصوا من حجم التكاليف ويشجعوا على الانتاج جوستومون نتاع الاعلاف هذيا. دونك اليوم حبيت في ممكن بشكل عام نعطي فكره على الافكار هذيا ونقول انه الكونستا اللي خرجنا به بعد التجربه هذه اولا انه المشتركين خموا في حاجات اكسيسيبل ممكن تنفيذها وانهم عطاو حلول شامله فيها برشا مسؤوليه بعيده على الانديفيدواليزم وفيها حس اجتماعي كبير وخاصه اللي لفتنا انها تتجاهل كل اللوائح خلينا نقولوا او الهياكل اللي معمول بها اليوم على مستوى الطرح. ما خموش مثلا انهم يمسوا التشريعات او القوانين، ما خموش انهم يعني من الدوله كيفاش تعاونهم في الجانب هذايا، حاولوا يقدموا افكار في روندو وجيز باللي موجود من تعاونيات شركات اهليه وعمل جمعياتي، اي سورتو اللي الافكار اللي طرحوها هذايا تسالوا كيفاش يلقاو لهم الفينونسمون، كيفاش ينجموا يحققوا لهم البيرينيتي، كيفاش يكون فما كونترول وكيفاش يكون فما ماركتينغ ناجح. دونك الحقيقه بعد التجربه هذه فهمنا
اكثر علاش اليوم الشباب فما ديزابروش تحكيه اكثر من ديزابروش اخرين واللي معمول به قبل ما عادش ياسر سالوغ بارل. ثاني حاجه نحبوا ناكدوا عليها في الياسو من خلال لونجاجمون هذا نتاع لي جون، اسمعوهم على خاطر عندهم برشا افكار، اي سون بوغي تالون، عندهم حاجات انوفونت و بلان دومبيسيون، جوست يلقاو الفرصه باش يبلوروها خاطرهم قادرين على التغيير. يعطيك صحة رحمة كمون ونشاطرك الراي، والبارح بركة حتى كنت في ان ايفينمون كان الاستنتاج نتاع عديد الشخصيات البارزة في عالم التعليم والتعليم العالي والتدريب إلى آخره، جاوا من مؤسسات عريقة جدا، والاستنتاج اللي وصلوا له هذا يقولوا راهو الشباب لازم تسمعوهم، هذوما عندهم يقولوا في رواحهم لازم نسمعوهم، خاطر ابخي تو اللي نعملوا فيه كلنا في خاطر اليوم فما اناديكواسيون بين اللي قاعده تقدم فيه، ممكن ما نقولوش الكل ولكن مؤسسات التعليم، مش نحكي في تونس هذوما دايوغ جاو من مؤسسات، وشنو ينتظروا السوق وخاصه شنو ينتظروا الشباب هذوما، معناتها سيت اون جينيراسيون طالع معناتها عندها الخصوصيات نتاعها اليوم وعندها طريقتها كيفاش تنظر الحياه، عندها مبادئها، عندها القيم نتاعها هي واعيه وتعرف لي زونجو، وسورتو عندها تمكن كبير من الحاجات اللي متطوره اليوم في برشا مجالات، دونك قاعده تنجم تجيب معناتها انير دينوفاسيون. يعطيك صحة على تطرق للموضوع هذايا، شكرا ليك رحمة كمون، كانت هذه فقرة ممكن وممكن ياسر نبنيو تونس خير بشبابها إن شاء الله. اقعدوا معنا موعد الأخبار، راجعين بعد شوية مع ضيفنا السيد زيد ولاد علي، نحكيو على التكنولوجيا كان ببساطة، راجعين بعد شوية.